وأصلي وأسلم على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى الصحب والآل. رضي الله عمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وعلينا معهم ربنا إلى يوم الدين. أذن رب العزة سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، واتعد مع صاحبه أبي بكر على الليلة التي سيخرجون فيها، وتآمرت قريش على الاعتداء عليه وإذايته والإساءة إليه وقتله، وكان في ذلك قصة هي قصة الهجرة العظيمة التي ذكرنا مقدماتها البارحة. وذكرت وأنا وأتكلم عن هذه القصة أبياتا لطيفة قالها أحد شعراء هذه البلدة قديما، وهو شيخ جليل يعرفه بعض الناس منكم، والشيخ بكري رجب رحمه الله تعالى، وكان ينشد الشعر من علماء بلدنا هذه، وقد توفي قبل ما يقرب من 37 سنة. قال رحمه الله يذكر شأن سيدنا أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تمنى الصديق صحبة طه كي يواسيه في الطريق إذا ما، أي إذا ما ألم به شيء، فأتاه الرسول يوما بسر: ستكون الرفيق نلت المرام. راح يبكي من السرور وما كان بكاء الصديق إلا هياما، رب دمع ينساب إثر سرور كاللآلي على الخدود تهاما. إلى أبيات قالها رحمه الله. قريش استعدت وجمعت رجالاتها، ووقف أبو جهل يخطب فيهم ويسخر ويهزأ بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعد به أصحابه من جنة ونار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ قلبه بحب الله والثقة به والتوكل الحقيقي عليه كان داخل بيته مطمئنا، ومن ثم خرج من بيته وقد استفتح سورة ياسين، وأخذ حفنة من تراب الأرض، وفتح الباب والمشركون عند الباب واقفون، فمر بهم وكان قد وصل إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأخذ حفنة التراب هذه ونفخها فطارت حتى وقع التراب على رؤوس هؤلاء المشركين، وخرج من بينهم وهم واقفون مستعدون، وقد أخذ الله أبصارهم فلم يره منهم أحد. بعض أهل العلم بالسير يروي أنهم ناموا، والحقيقة أن هذا الصحيح في هذه الرواية أنهم كانوا مستيقظين، ورغم ذلك أخذ الله بأبصارهم فلم يروه وقد خرج أمامهم وهم مستيقظون، وهذا أبلغ في الإعجاز. ومر من أمامهم ومضى باتجاه المكان الذي ابتعد فيه مع أبي بكر. أما هم فإنهم بعد أن طار الغبار على رؤوسهم استمروا، وقد عادت إليهم أبصارهم، استمروا ينتظرون ويتمنون حصول ساعة الصفر عندهم كما يظنون، وهو الموعد الذي اعتادوه لخروج رسول الله إلى الكعبة ليصلي فيها قيام الليل. فإذا برجل يمر بهم فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر خروج محمد من بيته. قال: خيبكم الله، خبتم وخسرتم، لقد خرج أمام أعينكم أفلم يره منكم أحد؟ ونثر التراب على رؤوسكم، كي تتأكدوا نثر التراب على رؤوسكم، فجعلوا يضعون أيديهم على رؤوسهم فإذا بالتراب قد ملأ رؤوسهم. خرج من بيننا، لم يصدقوا مثل هذا الكلام، أمامنا خرج ولم نره،
لكن التراب على رؤوسهم يثبت صحة ذلك. فترددوا وتشككوا، ثم خطر لبعضهم أن ينظر من صير الباب، والصير هو الشق أو الفتحة التي في طرف الباب. فنظر فإذا برجل متمدد على الفراش وقد تغطى بالبرد الحضرمي. فقالوا هذا محمد مسجن على فراشه متغطيا ببرده الحضرمي الأخضر. لذا ترجح عندهم ولم يصدقوا حقيقة أنه قد خرج من بينهم بهذه الطريقة. لذا ترجح عندهم لما رأوا هذا المشهد أنه لا يزال داخل بيته. وانتظروا وانتظروا، فلما حل الصباح خرج علي رضي الله تعالى عنه وفتح الباب، فنظروا إليه، أين ابن عمك؟ قال قد خرج من بينكم، ألم يره منكم أحد؟ وحينها سقط في أيديه. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان قد توعد مع أبي بكر أن يأتي إليه في ساعة محددة من الليل إلى بيته، فجاء إليه وخرجا من باب خلفي في دار أبي بكر واتجها إلى مكان قد حدداه من قبل. هذا المكان يصرف من ناحية الدقة والفهم والذكاء، يصرف تقدير المقدرين عن توقع وجودهم في هذا المكان. قريش تعرف أنهم سيخرجون باتجاه المدينة، والمدينة شمالي مكة، فلذا خرج مع أبي بكر باتجاه الجنوب إلى غار ثور، يعني إلى عكس الجهة التي سيصرف إليها انتباه رجالات قريش. خرج متوجها باتجاه الجنوب إلى غار ثور، ثم اتفق هو وأبو بكر يصعدان إليه. ومن ذهب يعرف ما غار ثور، ويعرف الوعورة وشدة وكثرة الحجارة الموجودة في الطريق وصعوبة الصعود إلى هذا المكان. لذا لما كان في طريقه صاعدا هو وأبو بكر، إذا به صلى الله عليه وسلم تحفى قدماه، يعني ينقطع الحذاء ويمشي حافيا، لأن الحذاء قد انقطع من معورة الأرض وكثرة الصخور المدببة في الطريق. فنظر أبو بكر إلى الذي جرى ثم انطلق، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق يشتد به صاعدا إلى الجبل رضي الله عنه، حتى وصل به إلى الغار فأراد أن يدخل، فقال على رسلك يا نبي الله، والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه أذى أو ضر أزحته قبل أن تدخل. ودخل أبو بكر إلى غار ثور فإذا به يجده كثير الثقوب في فتحات كثيرة، فشق إزاره وجعل يلقم كل فتحة جزءا من الإزار الذي شقه، يغلق هذه الفتحات والثقوب بالإزار الذي شقه أجزاء وقطعا، وبقيت فتحتان صغيرتان لم يتسن له سدهما لأن قطع الثوب لم تعد كافية. وحينها وضع أصبعي رجليه اليمنى واليسرى على كل فتحة من هاتين الفتحتين، ثم قال يا نبي الله هلم إلى الغار، لم يبق شيء يمكن أن يخرج منه أذى إلا وقد سددته. ويأتي صلى الله عليه وسلم بيقين كامل ورضا مستمر عن تقدير الله عز وجل، فيدخل إلى الغار ثم يضجع ويضع رأسه في حجر أبي بكر رضي الله عن هذا الرجل الذي أقول دوما نال ما لم ينله الأولون والآخرون ولم يناله أحد بعده أبدا. قال فوضع رأسه في حجر أبي بكر ونام، وقد قلت قبلها كامل الرضا والطمأنينة. لماذا؟ أي إنسان في مثل هذه الحالة نتساءل نحن يستطيع أن ينام؟ ولكن القلب المفعم بالرضا عن قدر الله الشؤون عنده سواء،
تستوي الأمور كلها، لأنه يعرف تمام المعرفة ويتيقن تمام التيقن أنه ما يحصل شيء في الدنيا إلا بقدر الله. وشاء الله تعالى أن يلدغ أبو بكر من الجحرين اللذين سدهما برجليه، وتألم أبو بكر لكنه لم يتحرك، إلا أن الدموع قد طفحت من عينيه من شدة الألم، فتساقطت بعض دمعاته على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبه. والحديث إسناده ضعيف، أخرجه البيهقي ورزين في مسنده، ولكنه لا بأس بروايته لأن ضعفه غير شديد. قال: فانتبه صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى أبي بكر: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. قال: أرني. فأراه موضعهما، فمسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما شعر بأذى وألم بعدها قط. في رواية رزين، ورزين أحد المحدثين، اسمه قد يكون قليل الذكر لكنه محدث من الرواة، في رواية رزين أن هذا الأمر قد استمر مع أبي بكر، يعني لم يجد بعدها ألما، إلى أن حان موعد وفاته فشعر بأثر السم ينتقض عليه مرة أخرى. ومثل هذا جرى مع صاحبه الذي كان معه في الغار، كما في صحيح البخاري: لما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوفاة قال لعائشة: يا عائشة، إني لأجد أثر السم الذي أكلته بخيبر. المحب الصادق ينطبع فيه صورة حبيبه حتى يصبح نسخة كاملة عنه، هذا هو أبو بكر رضي الله عنه. لذا كان أحق الناس بخلافة رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكمنا في الغار 3 أيام. وكان عبد الله بن أبي بكر، ولأبي بكر عدة أولاد، عبد الله بن أبي بكر كان فتى شابا ثقفا لقنا، يعني ذكي مدرك متيقظ، كان يخرج إليهما كل يوم مساء بعد أن ينام الناس. إذا نام الناس يخرج عبد الله بن أبي بكر فيصعد إليهما إلى الغار فلا ينظر أمرا، وكان يتسمع الأخبار، فلا يجد أمرا يكادان به إلا حدثهما بما يجري عند أهل مكة. ويلحق بعبد الله بن أبي بكر غلام أبي بكر ويدعى عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وكان غلاما لأبي بكر، ومعه غنيمات، غنمات يعني، ومعه غنيمات لأبي بكر، فيسرح في المكان الذي خرج منه عبد الله بن أبي بكر كي يعفي آثار الأقدام التي خرج منها عبد الله بن أبي بكر، يزيلها بآثار الأغنام. قال: وكان عامر بن فهيرة بعد أن يخرج بالغنيمات يسقيهما منهما ويبيت أيضا معهما، فإذا كان قبيل الفجر خرج عبد الله بن أبي بكر عائدا إلى مكة كأنه قد بات فيها، فيصلها قبل الفجر والظلام لا زال حالا، فلا يظن الناس إلا أنه كان قد بات في أرضه وفي بيته. ثم يتبعه عامر بن فهيرة إلى نفس المكان بعد أن يسير بالغنيمات على موضع رجليه كي يعفي عليهما. هذا شأنهما في الغار. وأما شأن قريش فإنها قد جن جنونها حينما تأكدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلت من بين أيديها، ونظرت ما الذي تفعله. فكان أول عمل شنيع قامت به أن جاءوا إلى علي: أين صاحبك؟ قد خرج من بينكم، ألم تروا؟ لم نرى. فسحبوا عليا رضي الله عنه وقد تكاثروا حوله حتى أوصلوه إلى الكعبة وأوسعوه ضربا، ومن ثم انطلقوا إلى بيت أبي بكر وفيهم أبو جهل، فقرعوا الباب
ففتحت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر، فقال لها أبو جهل: أين أبوك؟ قالت: لا أدري أين أبي. قال: فرفع يده فلطمها لطمة كبيرة أطاحت بقرطها من أذنيها، وكان فاحشا خبيثا أبو جهل. والتفتت قريش: ما الذي ستفعله أيضا بعد هذا، بعد الضرب والإذاية؟ فشددوا الحراسة على مداخل مكة من جميع الأطراف، بحيث أنه لا يدخل أو يخرج أحد إلا ويبلغهم خبر ذلك. ومن ثم جعلوا جائزة كبيرة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر حيين أو ميتين، قدر الجائزة 100 ناقة لكل واحد منهما. ومئة ناقة في ذلك العصر ثروة كبيرة جدا. وانطلق القافة ومتتبعو الآثار، القاف جمع طائف وهو الذي ينظر في الآثار، ومتتبعو الآثار وقصاص الطريق يعني الذين يعرفون مداخل ومخارج الطرقات، وانطلق كل واحد منهم يمينا ويسارا لينظر ويبحث ويتأكد. أما أسماء رضي الله عنها فتحدث ماذا جرى لها هي وباقي أهلها في بيتها. تقول: لما خرج أبي من بيتنا أبو بكر أخذ كل مال عنده، وكان 5 أو 6 آلاف درهم، جمعها كلها وأخذها معه. قالت: فجاء جدي أبو قحافة والد أبي بكر، وكان رجلا ضرير البصر، وفي ذلك الوقت كان لا يزال على كفره، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. ذكروني باسمه. عثمان. عثمان، فتح الله عليكم. أبو بكر اسمه عبد الله، أبو قحافة والده اسمه عثمان. قال: فدخل إلينا جدي وكان قد أضر ببصره، فقال: يا ابنتي أين أبوك؟ قالت: قد خرج. قال: ما أظنه إلا قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. قلنا أنه لا يزال على الكفر حينها، تركه راح والمال كمان أخذه، إيش عارفكم أنتم نساء بركاتهم؟ فقالت: لا لا يا أبتاه، قد ترك لنا خيرا كثيرا. قال: ما هو؟ قال: فخرجت حتى جمعت حصيات من الجبل وحجارة فوضعتها في كيس، ثم وضعت فوقها ثوبا، ثم جئته بهما، فقلت: يا أبتاه ترك لنا هذا، فجعل يتحسس بيديه فيظنها مالا، فيقول: إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. تقول أسماء رضي الله عنها: ووالله ما ترك لنا قليلا ولا كثيرا، خرج بنفسه وبماله في سبيل الله. نعود إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. قريش لم يهدأ لها بال، ولم يطمئن لها قلب، ولم تعد تصدق، وضاعت قدرتها على التركيز والتفكير، واتخذت كل الوسائل للبحث، بل وخرج رجالاتها بأنفسهم يبحثون يمينا ويسارا، جنوبا وشمالا، لعلهم يجدون هذين المطلوبين اللذين يبحثان عنهما. وتوجه جماعة منهم، رغم أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يكون هناك شيء، توجهوا في الجهة العكسية من الجهة المتوقعة، يعني توجهوا بالفعل باتجاه غار ثور جنوب مكة، واقتربوا رويدا رويدا من غار ثور. وكان أبو بكر من بعيد في داخل الغار ينظر، فإذا بالطلب قد قدم، وإذا برجالات مكة يفدون رويدا رويدا قادمين باتجاه الغار. ويلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا الطلب قد أدركنا، هؤلاء رجالات مكة قد وصلوا إلى الغار، ثم إن أحد الرجالات قد اقترب حتى وصل إلى فم الغار، ولكن وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الحصون وعن عال من الأطم.
أمر الله تعالى عنكبوتا فنسج على فم الغار. أخرج قصته هذه نسج العنكبوت الإمام أحمد في مسنده وأبو نعيم بإسناد حسن. وأما رواية الحمامتين اللتين فرختا على باب الغار فقد قال الحافظ ابن كثير إن إسنادها ضعيف أو شديد الضعف. على كل رواية نسج العنكبوت رواية إسنادها حسن قوي أخرجها الإمام أحمد. ووصل هذا الرجل إلى قريب من فم الغار، وهنا لم يعد أبو بكر يحتمل: يا نبي الله، لو طأطأ أحدهم رأسه إلى الأرض لرآنا. فقال له بعد ذلك: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال له ما حكاه رب العزة في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه فمن عليه. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري قال: وفي سير الواقدي أن رجلا من قريش وقف على فم الغار ثم كشف ثوبه فجعل يقول، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هذا الرجل قد وقف على فم الغار فهو قد رآنا. فقال له: لو أنه رآنا لما كشف عن ثوبه وأخرج نفسه. ما يعقل إنسان عاقل يكشف ثوبه أمام الناس، سبحان الله. وصرف الله تعالى أذى هؤلاء بقدرته ومدده سبحانه وتعالى. فلما تم لهما 3 أيام في الغار وخف الطلب وضعف تقدير قريش أنهم سيحصلون على نتيجة، كانا قد وعدا رجلا أن يأتيهما بعد 3 ليال إلى فم الغار ويأتي معه براحلتي أبي بكر اللتين أعدهما كما ذكرنا سابقا، يأتي معه بالراحلتين إلى فم الغار ليصعدا عليها. وكان ذلك منذ البداية قد جهزا. يعني هذا يفيد اتخاذ الأسباب مطلوب والتوكل الحقيقي على الله مطلوب. الأمران معا ينتجان إكراما ربانيا وتوفيقا إلهيا. أتوكل على الله حقيقة مع اتخاذ الأسباب. هذا الرجل الذي وعداه أن يأتيهما بعد 3 ليال هو عبد الله بن أريقط الليثي، وكانوا كما يصفه أهل العلم ماهرا خريتا. قال خريت في اللغة يعني دليلا خبيرا جدا بطرقات الجزيرة العربية، بحيث لا يكون مكان إلا ويعرف كيف ينفذ منه. وكان هذا الرجل على دين أهل مكة كافرا، وقال أهل العلم ولم يسمع بإسلامه بعد، يعني بقي على كفره إلى أن مات. عبد الله بن أريقط خبير بدلالات الطرق بقي على كفره. قال أهل العلم من باب الاستنباط يستفيد منه نستفيد منه ونستنبط منه أنه يجوز معاملة غير المسلم ببيع أو شراء أو إجارة. استأجرا هذا الرجل ليدلهما على الطريق وهو كافر وأمناه على ذلك. قد يكون الإنسان أمينا رغم كفره، قد يوجد هذا كما حصل مع هذا الإنسان. فجاء عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وجاء أبو بكر فأخذ الراحلتين منه ثم نظر إلى أحسنهما فقال: هلم يا رسول الله إلى الراحلة. فنظر إليه ثم قال: بالثمن. فقال: هي لك. قال: بل بالثمن. وأقف قليلا، ما هذه العفة والمروءة في نفس سيدنا رسول الله؟ أقول لي بلاش، يا بلاش،
ايش بيقولوا بالمثل العامي؟ معلش، خبز بالهذا اطيب منه ما في ببلاش. هذا عند قليل المروءه والعفه، عند الذي نصفه بالمكسبجي. اما سيد الرسل الكرام فهو في احلك الظروف واشدها لا يقبل من احد شيئا الا بالثمن. قال بالثمن يا ابا بكر. فلما راى ذلك قال بالثمن يا نبي الله. بالثمن. ذكر بعض اهل العلم فائده لطيفه هنا فقال: لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع ثمن الراحله لابي بكر رغم ان ابا بكر قد تصدق بماله كله في سبيل الله وفي سبيل نصرة الدين؟ قالوا: لأن رسول الله يريد أن يستتم فضل الهجرة وينالها كاملة خالصة بجميع أجزائها لوجه الله، لا يكون جزء من جزئيات هذا العمل العظيم الهجرة إلا خالصا لوجه الله، ليس فيه لأحد من البشر عليه فضل. فقال بالثمن. قال بالثمن. ودفع له الثمن وركب الراحلة وتوجها قاصدين إلى أرض المدينة. تلحقهما السيدة أسماء رضي الله عنها ومعها سفرة طعام. فلما وصلت إليهما وهما قد جهزا أنفسهما للرحيل، نظرت بماذا تربط لهما هذا الطعام فلم تجد شيئا، وقد نسيت أن تحضر رباطا تربط به هذا الطعام، وكانت ذات نطاق. النطاق أقرب ما يشبه في عصرنا بالكمر، الكمر الذي من الثوب يصنع من الثياب. قال: فنظرت فلم تجد شيئا تعصم به هذا الطعام الذي جاءته بهما به. قال: فشقت نطاقها شقين، فعصمت الطعام بأحد هذا بشق من هذا النطاق، وبقيت متمنطقة بنطاق آخر، فسميت حينها ذات النطاقين رضي الله عنها. قال: وأما الدليل فكان لحسن تقديره وذكائه قد جهز تجهيزا صحيحا سليما في الجهة التي أراد أن يسلك بهما. هما الآن قد خف عنهما الطلب، ولكن رغم ذلك لخبرة الدليل وفهمه بالظروف التي هم فيها مشى بهما مغرقا باتجاه الجنوب في البداية، لم يلتفت إلى الشمال باتجاه المدينة، تابع طريقه بعد غار ثور مسافة ومدة من الزمان باتجاه الجنوب، ومن ثم انحرف إلى الغرب باتجاه الساحل شاطئ البحر الأحمر، ثم انحرف إلى الغرب باتجاه الساحل، ومن ثم حينما وصل إلى الشاطئ انفتل مرة أخرى وتوجه شمالا باتجاه المدينة في طريق ساحلية لا يسلكها الناس إلا نادرا، لأنها وعرة جدا وخطيرة وكثيرة الهوام، قد لا ينجو الإنسان منها لكثرة وعورتها وصعوبتها وبعدها وطولها في الوصول إلى المكان المقصود. سلك بهم من هذه الطريق وتوجهت تلك القافلة الكريمة باتجاه المدينة. تتألف هذه الرحلة من 4 أشخاص: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة الذي ذكرنا آنفا أنه كان خادما لأبي بكر رضي الله عنه وهو صحابي مسلم، والرابع هو الدليل خبير الطرقات عبد الله بن أريقة الليثي، وكان رجلا كافرا. وهذه فائدة، بعض الناس يسأل يقول ثاني اثنين، نعم في الغار، أما بعد ذلك فقد صاروا 4 في هذه الرحلة، 4 أشخاص هم المذكورون آنفا. وسلك بهم باتجاه المدينة في طريق بعيدة عن أنظار الناس، والناس كلها لا يزال في عقلها أن تبحث، ولكن أين وكيف وهل سيجد هؤلاء بعد بحثهم أحدا؟ ذاك موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. نفعنا الله بما تعلمنا، الحمد لله رب العالمين.